بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام بخير شبابنا، كل سنة وانتم طيبين. تعالوا مع بعض كده ندرس منهج البلاغة الصف الثاني ثانوي. تعالوا نفتكر يعني البلاغة الأول. كلمة بلاغة معناها فصاحة. كلمة بلاغة معناها فصاحة، إن أنت تتكلم كلام مناسب في توقيت مناسب. يبقى البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. الحال طلب منك كلام حزين، يبقى كلامك حزين. الحال طلب منك كلام اعجاب، يبقى كلامك اعجاب. مدح مدح، فخر فخر، فرح فرح. يبقى البلاغه هي مطابقه الكلام لمقتضى الحال. الحال عايزه منك ايه؟ اتكلمنا نفتكر مع بعض كده في الصف الاول الثانوي ان في فرق بين التعبير الحقيقي والتعبير المجازي الخيالي. ممكن اقول لك انت قوي، التعبير الحقيقي حتى على فكره لو انت ضعيف، بس انا شايف ان انت قوي، لان صفه القوه صفة تتوفر في البشر. يبقى أنت تعبير حقيقي، أنت قوي. طب لو قلت لك أنت أسد، تعبير يا مستر ما ينفعش أنا أكون أسد، ده تعبير مجازي، مجازي يعني خيال، مجازي يعني خيال. وبعد كده اتكلمنا عن الفرق بين التعبير الحقيقي، بعدها اتكلمنا عن علوم فروع علم البلاغة. أول فرع عندنا فرع علم البلاغة اسمه فرع علم البيان. علم بيان يسميه لون بياني، صح؟ سميه صورة خيالية، صح؟ فنية جمالية، كل ده أسماء لعلم اسمه علم بيان. طب ايه الفروع اللي خدناها؟ اخذنا في فروع علم البيان اول حاجه اسمها التشبيه. اثنين الاستعاره. ثلاثه الكنايه. اربعه المحسن. أربعة المجاز المرسل. دول علم اسمه علم البيان. النهاردة هنتكلم منهجنا عن فرع كامل اسمه علم البديع. ليه اسم تاني؟ علم البديع هو علم المحسنات البديعيه. ولما تسمع كلمه علم البديع هي علم المحسنات. قال لي خلي بالك من التقسيمه اللي جايه دي هنشرحها بالتفصيل عندنا خالص. علم المحسنات ينقسم لفرعين، محسنات معنويه ومحسنات لفظية. خلي بالك من حاجة، ارجع تاني. البلاغة يعني الفصاحة. البلاغة إن أنت تتكلم كلام مناسب. أول حاجة خدناها في البلاغة السنة اللي فاتت علم البيان. علم البيان بيسموه صور، بيسموه فن، بيسموه خيال، بيسموه جمال. كل ده علم البيان. إيه هو؟ تشبيه، استعارة، كناية، مجاز المرسل. وده ليهم شرحهم بالتفصيل في اثناء المراجعه ان شاء الله. النهارده علم البديع بيسموه علم المحسنات، ينقسم لاثنين. محسنات معنويه يعني تشتغل على المعنى، يعني يؤكد المعنى ويوضحه، يوضح المعنى ويؤكده. محسنات لفظيه تدي جرس موسيقي في الاذن. في فرق بين الاثنين؟ في فرق. قبل ما اقول لك ايه دول، ما تنساش ان في فرع ثالث في البلاغه. فرع الاول البيان، فرع الثاني علم البديع، فرع الثالث اسمه علم المعاني، ومش هنتكلم عليه خالص. بس انت فاهم ان البلاغه ثلاث فروع. فرع الاول البيان، باكد ثاني في تشبيه، استعاره، كنايه، مجاز.
ده متاكد ليه يا مستر؟ عشان بيجي لحضرتك سؤال يقول لك ايه؟ استخدم صورة فنية، صورة بيانية، لون بياني ما تطلعش من المحسنات، تطلع من ايه؟ من البيان اللي هو ايه؟ التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز. طب المحسنات دي فيها ايه؟ فيها نوعين. لو قال لي طلع محسن معنوي اطلع حاجة من خمسة. ايه هما؟ الطباق، اثنين المقابلة، ثلاثة التورية، أربعة الالتفات، خمسة مراعاة النظير. طب ايه المحسنات اللفظية؟ سيبها النهاردة مش عايزينها. هنشتغل على ايه؟ هنشتغل على المحسنات المعنوية. أول حاجة، فاكرين يا شباب زمان كلمة تضاد يعني كلمة وعكسها؟ دلوقتي احنا كبرنا شوية من أول أولى ثانوي واحنا بنستخدم إن كلمة التضاد مش موجودة، اسمها إيه؟ اسمها كلمة طباق، اسمها كلمة طباق. زي لما أقول لك علم، جهل، خير، شر. طب لو قلت لك ابيض اسود، ليل نهار، صباح مساء، كل ده اسمه ايه؟ اسمه طباق، اي كلمه وعكسها. يبقى الطباق معناه كلمه وعكسها، خلي بالك. عندي ان الطباق هو الجمع بين الكلمه وضدها في الكلام. بس في طباق ايجابي وطباق سلبي. ايجابي زي ما قلت لك ليل ونهار وصباح ومساء وخير وشر وعلم وجهل. ده اسمه طباق ايجابي. الطباق الثاني اسمه طباق سلبي. طباق سلبي يعني استخدام الكلمه وعكسها بس باستخدام ايه؟ اداه النفي. يعني ايه استخدام اداه النفي؟ قلت لك يعلم؟ لا يعلم. عالم؟ ليس بعالم. جاهل؟ ليس بجاهل او ليس جاهلا. كل ده كلمة وعكسها بس بحط قبل الكلمة الثانية أداة نفي أيا كانت هذه الأداة، أيا كانت هذه إيه؟ الأداة. يبقى كلمة طباق سلبي معناه كلمة وعكسها بس باستخدام أداة الإيه؟ النفي. طب بص معايا كده على الطباق الإيجابي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه: لا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى. يبقى أبيض وأسود. قول الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يبقى تؤتي وتنزع. يا مستر هو الطباق ينفع في الافعال؟ طبعا. يبقى الطباق في الاسماء والطباق في الافعال. طب يا مستر ينفع الطباق بين اسم وفعل؟ بين اسم وفعل؟ يعني قلت لك جاهل وقلت لك عكسها الطباق بتاعها يعلم. يبقى بين اسم وفعل؟ ينفع اطلعه في البلاغه. مش بين اسم واسم وفعل وفعل وبس، لا. بين الاسم والفعل او الفعل والايه؟ والاسم. اول نوع بنشتغل عليه المحسنات المعنويه قلنا الطباق. الكلمه وايه؟ وعكسها. والطباق نوعين، طباق ايجابي وطباق سلبي. خلي بالك من النوع الثاني. النوع الثاني اسمه ايه؟ اسمه المقابله. حضرتك لو شفتني كده عملت لك دول اتقابلوا. اسمها مقابله. فالمقابلة هنا هتحصل بين جملتين مش بين كلمتين، يعني بين معنيين كاملين، بين معنيين كاملين، ممكن أكثر من جملتين. طبعا. بص معايا، ممكن أقول لك العلم نور، حط العكس بتاعها مباشرة، يبقى الجهل إيه؟ ظلام. يبقى العلم نور والجهل ظلام. هل دي آخد منها كلمة مع كلمة؟ ما ينفعش، ما ينفعش أقول عليها مقابلة، لا خالص. أمال تعمل ما ينفعش أقول عليها طباق؟ ما ينفعش. أمال عليها إيه؟ مقابلة، لأنها جملة وجملة. طب ينفع من أكثر من جملتين؟ طبعا ينفع. مثال: أعوذ بالله من الشر الرجيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. كم جملة؟ ثلاثة. عكس المعنى تماما: وأما من بخل فاستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. جملة وجملة 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 وجملة، يبقى ثلاث جمل فوقش ثلاث جمل، يبقى اسمها طباق ولا اسمها مقابلة؟ مقابلة. طب الطباق والمقابلة دول احنا خدناهم كتير،
هيدوا لي اثر ايه؟ خلي بالك انا بقول لك سر جمالهم، عاده كلمه سر الجمال دي تسمعها في البيان. هنا بيقول لك الاثر بتاعهم ايه؟ يعملوا معاك ايه؟ هل هم ضربوا على الاذن يعني عطوا جرس موسيقي؟ هل هم بيدوا جرس موسيقي؟ لما بقول لك علم وجهل خير وشر، هل ده اشتغل على الاذن على الودان؟ ما عملش جرس موسيقي. لكن لما بقول لك في المحسنات الثانيه دي لفظيه ده اللي هتعمل الجرس الموسيقي. خلينا نشتغل على المعنى، المحسنات معنويه الطبق والمقابله هيعملوا ايه؟ اسمع، يعملان على ابراز المعنى وتقويته وايضاح بواسطه الانتباه. يعني من الاخر يقوي المعنى ويوضحه، يوضح المعنى ويؤكده، يبقى اسمهم الطبق والايه؟ والمقابله، اسمهم الطبق والمقابله. طيب خليك زي ما انت مركز معايا وكمل. تدريبات دي على الطبق والمقابله. هسألك أقول لك، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. مفيش يا مستر طباق؟ لا فيه. فين؟ من كلمة وعكسها؟ مفيش، مش لاقي. من كلمة وعكسها باستخدام أداة النفي. باسمه طباق إيجابي ولا طباق سلبي؟ باسمه طباق إيه؟ مش سامع. اسمه إيه؟ سلبي. يبقى عن إيه الطباق السلبي؟ استخدام الكلمة وعكسها أو المضاد بتاعها بس باستخدام أداة، استخدام أداة النفي. طيب لما قلت لك هنا في رقم 6 حفت الجنة بالمكان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. طب أغلس الأول أقول لك حفت الجنة، مين يعرف لي كلمة الجنة؟ حفت الجنة، نفتكر مع بعض كده في النحو. لو قلت لك كتب الدرس، شرح الدرس، غاب، لا ما تنفعش غاب الولد، خلينا في شرح الدرس. مين اللي شرح؟ المعلم، بس المعلم مش موجود، يبقى شرح ده مبني بالمجهول بعد مبني للمجهول نائب فاعل. يبقى الجنة نائب فاعل، عشان كده حفت الجنة من مكانه والنار بالشهوات. أنا سامعك بتقول بالجنة ونار طباق. صح. من مكاره وشهوات طباق. صح. هو احنا هنفصص؟ مش هنفصص. هو احنا هناخد كل كلمه لوحدها؟ مش هينفع. امال هنعمل ايه؟ هناخد جمله في وش ايه؟ جمله، يبقى اسمها ايه؟ مقابله. يبقى خدنا مثال على الطباق ومثال على المقابله. طيب ركز معايا زي ما انت. دول اللي انا بقلبهم، دول محسنات لفظيه مش عايزها النهارده. هناخد كمان التوريه ونختم بيها النهارده. يعني ايه توريه؟ كلمة توريه معناها كلمة لها معنيان. كلمة واحدة لها معنيين. المعنى الأول قريب وظاهر، بس اللي بيتكلم مش عايزه. قريب وظاهر وغير مراد، يعني غير مطلوب. طب والمعنى الثاني؟ بعيد وخفي وهو المطلوب. يعني هيلعب باللغه؟ يعني محتاج اشغل دماغي؟ عشان كده التوريه دي بتعمل اثاره للذهن وجذب الانتباه. يبقى التوريه بتعمل ايه؟ اثاره للذهن وجذب الانتباه. طب ما توضح لي الدنيا ماشيه ازاي يا مستر؟ هقول لك. لو قلت لك اتلهي، اذا انت بتشتمني؟ لا مش بشتمك. اتلهي اول معنى وصل لك، المعنى القريب ان انا بقول لك امشي من وشي. بس انا مش قصدي كده خالص خالص خالص. اتلهي المعنى اللي انا اريده تلا، اي قرأ. تلا والمضارع بتاعه يتلو والامر اتلهي. الله، وانت بتقول لي ايه اقراه؟ انا بقول لك اقراه، بس انت اللي فهمت حاجه ثانيه. يبقى التوريه فيها معنيين، المعنى الاول قريب وظاهر بالنسبه لك، بس انا مش عايزه. انت فهمت معنى اتلهي؟ حاجه انا مش عايزها خالص. امال معنى ايه اللي انت عايزه ايه؟ اقراه. يبقى تلا يتلو اتلهي، يبقى اسمها ايه؟ اسمها توريه. طيب الشاعر دائما لما يقول فقد ردت الامواج سائله نهرا، كلمه سائل اول معنى وصلك كلمه سائل اللي هي سيوله الميه ليكويد، صح؟ يبقى سيوله ايه؟ الماء، زي الماء اللي في النهر، الماء اللي في الزجاجه.
سائل يعني، بس انا مش قصدي كده بمعنى كلمه سائل. قصدك ايه؟ قصدي السائل اللي بيسال العطاء، شحاذ سائل الايه؟ العطاء. يبقى كلمه سائل ليها كم معنى؟ اثنين. معنى اول قريب وظاهر، بس انا مش عايزه غير مطلوب او غير مراد. ايه هو؟ سيوله الميه. طب والمعنى الثاني للسائل؟ لا، هو سائل العطاء الذي يسال العطاء، وده معنى بعيد وخفي وهو المطلوب. التوريه محتاجه شغل. طب كمل كده. قول الشاعر: فقد ردت الامواج سائله نهرا. نهر اول معنى يوصل لك نهر، زي نهر النيل مثلا، نهر ميه، مجرى ماء، ده اول معنى يوصل لك. بس انا مش عايز كده. الله، انت حيرتني بقى. كلمة نهر افتكر كده، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأما السائلة فلا تنهر. تنهر يعني تنهر، يعني تسجر، يعني تبعده، يعني تزقه. هو بيقول لك هات، وأنت رديت على رد بالإساءة. ما ينفعش في الدين، ما ينفعش. ما ترد عليه بإيه؟ بالحسنى. عشان كده الشاعر بيقول لك: فقد ردت الأمواج سائله نهرا. والنهر المعنى البعيد الخفي هنا اللي أنا عايزه، أي الزجر والكف والمنع، أي الزجر والكف والمنع. اختم بحاجه. شعراء دايما كانوا بيحبوا يلعبوا بالشعر شويه. وعارفين ان احمد شوقي وحافظ ابراهيم كانوا اصدقاء. بالمناسبه هما الاثنين ولدوا في توقيت واحد وتوفوا في توقيت واحد، يعني فرق بينهم في الميلاد سنتين. اما في الوفاه فالاثنين توفوا، الاثنين احمد شوقي توفي 1932 وحافظ ابراهيم توفي 1932، والاثنين شعراء كبار جدا، سواء امير الشعراء او شاعر النيل او شاعر الشعب. اللي هو حافظ ابراهيم احمد شوقي 1932 شاعر النيل، شاعر احمد شوقي امير الشعراء، وحافظ ابراهيم شاعر الايه؟ النيل. كان بيلعبوا مع بعض بالشعر وكان بينهم صداقه. فاحمد شوقي يقول لحافظ، احمد شوقي يقول لحافظ: ارسلت امانتي مع انسان فخان الانسان الامانه والكلب حافظ. المعنى الاول اللي هيوصل لك ان الكلب بيحفظ الامانه. بس هو بيدعبه بالشعر، فكانه بيقول له ان انت يا حافظ انت ايه؟ انت كلب. دي اسمها ايه؟ اسمها توريه. ايه هي التوريه؟ ان الكلمه استخدمت لكم معنى؟ بمعنى ايه؟ المعنى الاول قريب وظاهر وغير مراد، والمعنى الثاني بعيد وخفي وهو المراد، هو اللي انا عايزه. طب ده احمد شوقي قال لمين؟ لحافظ. هل حافظ هيسكت له؟ لا، رد عليه. قال له ايه؟ يقولون ان الشوق نهر ولوعه. الحب الشوق مولع، نهر ايه؟ ولوعه. فما بال شوقي اصبح اليوم باردا. المعنى الاول اللي هيوصل لك ان الشوق بتاعي بقى ايه؟ حب بقى ايه؟ بقى بارد. بس انا مش عايز كده خالص، انا بقول لك معنى تاني، ان انت يا شوقي، احمد شوقي يعني، ان انت يا شوقي بارد. يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها توريه. ايه اللي احنا خدناه النهارده يا شباب؟ نختم كده سريعا. خدنا رقم واحد يعني بلاغه، يعني فصح. فرقنا بين التعبير الحقيقي والتعبير المجازي. دخلنا على علم البلاغه نفسها وفروعها، وقلنا ان في فرع اسمه فرع علم البيان، بيهتم بالصوره، بالفن، بالجمال، بالخيال، الشكل الحلو. فروعه اربعه: تشبيه، استعاره، كنايه، مجاز مرسل. بعد كده دخلنا في اول حاجه في المنهج عندنا اسمها علم المحسنات الايه؟ بديعيه. علم المحسنات البدعيه ينقسم لنوعين: محسن شغال على المعنى، ومحسن شغال على اللفظ. شوف انا مش هقول لك فين، اقول تاني: محسن شغال على المعنى، ومحسن شغال على اللفظ. المحسنات المعنويه دي اللي اشتغلنا النهارده منها ثلاثه: اطراف كلمه وعكسها، طباق ايجابي طباق سلبي، المقابله جمله وعكسها، والاثنين بيعملوا ايه؟ بوضح المعنى واكده. بعدها اخذنا نوع من المحسنات المعنويه اسمه ايه؟ التوريه. ايه هي التوريه؟ كلمه لها معنيان، المعنى الاول قريب وظاهر وغير مراد، المعنى الثاني بعيد وخفي وهو المراد. اسمع سر جمال التوريه، اكد عليه، قلت لك بيشد الانتباه. يبقى سر جمال التوريه جذب الانتباه وايقاظ الشعور وإثارة الذهن. شكرا لحسن استماعكم، وإن شاء الله نكمل مرة ثانية. والسلام عليكم ورحمة الله.